نيجي للمشكله الثالثه وهي مشكله التهاب العضلات. مشكله التهاب العضلات دي مشكله بتحصل للعضلات المحيطه بالركبه نتيجه مجهود او تحميل زياده. اي التهاب للعضلات ده تعريف عمومي لالتهاب العضلات بالتحميل الزياده او بالاستخدام الزياده للعضلات بيبدا يظهر التهاب في الاوتار بتاعتها. فما يبدا الالتهاب ده تمام بيحصل مشكله مثلا بتبدا مثلا ان هي بالم وبتنتهي مثلا ممكن ان هي تعمل يعني ليميتيشن في الموفمنت يعني بتعمل ما بيقدرش الواحد ان هو يمشي كويس بتلاقي فيه صعوبه في المشي مثلا او حاجه. طيب لو حبينا بقى المشكله الشائعه